حاول يسرقها ولما ما زبطت معه اغتصبها عذبها ورجع خنقها بكيس نايلون. نطرح حتى تكون وحدة بالبيت ونفذ عملته بتصميم إجرامي متقن. من بعد 3 سنين تحول الناطور السوري من حارس مؤتمن على العيلة والممتلكات إلى ذئب مفترس. جريمة كانت الشرارة اللي أشعلت فتيل الغضب وأدت إلى طرد السوريين من بلدة مزيارة والضيعة المحيطة فيها. باسل عطية الحمدي والدته شوقة، مواليد عام 1991، سوري الجنسية، ناطور بفيلا فرانسواز شدياء ببلدة مزيارة. بعد 3 سنين آكل شارب نايم معزز مكرم عند عيلة كريمة ومتواضعة، ارتفع منسوب الطمع عنده وصار يفكر بفريسة لجوعه الدار. وكانت ريا فرانسواز شدياء الصبية الحلوة مواليد العام 1991 عايشة مع أهلها بنفس الفيلا إحدى بنك أهداف الناطور. بتاريخ 19/9/2017 بلش باسل بتنفيذ نواياه الخبيثة. يومتها كانت العاملة الأثيوبية عم بتنظف البيت مع السورية مريم إبراهيم المساعدة بالمنزل، فطلبت مريم من باسل يساعدها حتى يفوتوا مكنة كبيرة على إحدى الغرف يلي ننظفوها. وبعد الظهر طلبت العاملة من باسل إنه يعلي القاطع الكهربائي يلي بنفس الغرفة. فطلع باسل على الغرفة ورفع القاطع، لقاها حجة ممتازة كرمال يقدر يمشي بمخططه. وهو فالل فتح مسكة الباب بشكل يقدر يفوت ويطلع على الغرفة من دون ما يفتح الباب بالكامل وما يقدر حدا يحس عليه. يوم الأربعاء 20/9/2017 استغل باسل غياب العائلة عن البيت وفات على الفيلا وصار يفتش بالغرف من دون ما يخرب شيء ويدور على مصاري ليسرقها. حتى حاول يفتح الخزن الموجود بغرفة ريا ولكن ما قدر، ولما سكرت بوجهه طلع وتابع شغله بشكل طبيعي. تاني نهار ب 21/9/2017 وصلت ريا على بيتها حوالي الساعة 8 بالليل، وكان باسل عم يراقبها ليتأكد إذا في حدا من أهلها رح يجي أو رح تبقى وحدها. حضر باسل ربطات بلاستيكية وتلزيق عريض وصار يترصد المداخل ومحيط الفيلا. حوالي الساعة 4:30 الفجر ومن بعد ما تأكد إنه ريا وحدها بالبيت، فات باسل على الفيلا من الباب يلي كان تاركه مفتوح، ومن صوت مكيف الهواء حدد الغرفة يلي نايمي فيها. ربط لها إيديا وإجريا وحط لها اللاصق على تمها وطلب منها المال. فأكدت له إنه ما معها غير 60,000 ليرة لبنانية وعرضت عليه المجوهرات وسيارتها. ما عجبه العرض. باسل بده قاش حتى يقدر يفل على سوريا، ولما فقد الأمل من الحصول على طلبه اغتصبها بكل وحشية ورجع خنقها من بعد ما حط كيس نايلون براسها وتأكد إنه انقطع نفسها وطلعت روحها. رجع نظف مسرح الجريمة وأخفى الأدلة الجرمية وكبى بمستوعب للنفايات حد الفيلا وراح تحمم بغرفته ونام وبس وعي تابع حياته بشكل طبيعي. صباح اليوم التالي كانت العاملة مريم أول مين اكتشف إنه ريا فارقت الحياة. بعد معينة الجسم من قبل الأطباء الشرعيين تبين وجود أثار كدمات وعلامات خنق على جسد المغدورة، إضافة إلى حصول عملية اعتداء جنسي عليها. نتيجة التحريات والمتابعة حامت الشبهات حول الناطور باسل اللي صار له أكثر من 3 سنين، وتمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيفه قبل ما يتمكن من مغادرة البلدة، وتبين وجود أثار خدوش أظافر على جسمه وصدره نتيجة مقاومة المغدورة له. أثناء عمليات التفتيش ضبطت الأدلة الجرمية المستعملة بالجريمة، وخلال التحقيق مع باسل اعترف بتنفيذ الجريمة بمفرده وسرد تفاصيل الوحشية بكل برود الأعصاب. فور انتشار الخبر عمد أهالي مزيارة إلى طرد السوريين من بلدتهم، فلجوا إلى قرى مجاورة ورحلوا اللي ما تجاوب عنيدائهم بالشاحنات. هيدي مشكلة ما أنا بمزيارة، هي مشكلة بلبنان كله. إذا الدولة ما أخذت القرار المناسب الشعب عم بياخذ القرار المناسب، وأنا ما فيني أضبط الشعب. ممنوع يقعدوا بمزيارة كلياً، نحن ضد هاللي طالعين دياب من هالسوريين وجايين يقتلونا. قاضي التحقيق الأول بشمال سمرندا نصار أصدرت قرار الضم بتاريخ 28/12/2017
بجريمة اغتصاب وتعذيب وقتل ريا الشدياء ببلدة مزيارة، وطلبت عقوبة الإعدام للمتهم السوري باسل الحمدي. صحيح ابنة مزيارة وزهرتها عذبت واغتصبت، لكن ما استسلمت لوحشية اللي مس بشرفها وشرف ضيعتها. قاومته حتى آخر نفس وتركت ندوب على جسم الذئب المفترس ليكون دليل يكشف هويته بشكل لا لبس فيه، حتى العدالة تتمكن من الثقل لروح الطاهرة ويكون مصيره الإعدام وطرد أمثاله من كل بلدة لبنانية كرامتها وشرف أبنائها فوق كل اعتبار. ولكن لأنه أهل ريا أبناء كنيسة وهن مع التسامح وضد الإجرام سامحوا القاتل. نحن أولاد الكنيسة ما منحب الظلم، ما منحب الإجرام. اللي ظلمك واللي عذبك ربنا وحده بيعرف كيف بده يحاسبه، نحن منغفر له. ويوم الخميس 22 أيلول من العام 2022 بعد 5 سنين بنفس تاريخ مقتلة، تم تكريس أول كنيسة بلبنان والشرق للقديس الشهيدة ماريا جوريتي تكريماً للشهيدة ريا فرانسوا شدياء. فلتكن ريا مع الرب، مع القديسين، مع الشهيدات، مع الأبرار. على تلة وردة وشمعة لريا ببلدة مزيارة قضاء صغرتا بعد نقل رفات ريا إلى الباحة الخارجية وجزء من ذخائر القديسة إلى الكنيسة.